ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيم. ضعف التركيز، النسيان، الشعور بالتعب والخمول اللي على طول، ده كلها أعراض بقت منتشرة دلوقتي بين أغلب الكبار وحتى كمان الصغيرين، وده لأن اللايف ستايل مؤخرا بقى غير صحي تماما، وده اللي بنشوفه في نوعية الأكل اللي بقينا بنعتمد عليها اعتماد كلي، زي الفاست فود والمشروبات والحاجات الغازية اللي بنلجأ لها. ده طبعا غير إهمالنا التام للفاكهة والخضروات اللي فيها أهم الفيتامينز. النهاردة هنعرف إيه أسباب ضعف التركيز والشعور الدايم بالتعب والخمول اللي بقى مصاحب لشريحة كبيرة جدا من الناس، وإزاي نقدر نتغلب عليهم. بس خلوني الأول في البداية أرحب بضيفتي اللي منوراني ومشرفاني، الدكتور دينا أبو السعود المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرال. منوراني دندون. يا عظيمة يا جميلة. حبيبتي أخبارك حبيبتي. إيه؟ الحمد لله كله حلو. بتوحشيني على طول. وأنت بتوحشيني وأكلك كمان. يا حبيبة قلبي تسلمي لي يا نور عيني. حبيبة قلبي. طبعاً موضوع مهم. وموضوع فعلاً بقى شريحة كبيرة، وبقينا كلنا بنلجأ الحقيقة فعلاً الأكلات السريعة غصباً عنا. ونظراً لل يعني اليوم السريع والسيدات بتشتغل وبيبقى الحاجات على القد زي ما بيقولوا إيه، بسرعة بسرعة حاجات سريعة، الولاد بتزهق. فأصبح الموضوع ده شوية مرهق. صح. مع إن إحنا مهملين على الجانب الآخر وهو الجانب الصحي بقى، إن إحنا يعني ندعم نفسنا بإيه ما إحناش عارفين نبدأ منين. في ناس تبقى عارفة لأنها بتبقى يعني تعرضت لبعض مثلا لا قدر الله الدروبات، مثلا نقص فيتامينز واتيفر، حاجة تعبتها فرجعت للدكتور فوجهها، في غيرهم ما توجهوش. فإحنا عايزين نتكلم عن الموضوع ده بقى باستفاضة النهاردة، إزاي نعرف إحنا فعلا امتى محتاجين ندعم نفسنا، وايه اللي نبعد عنه، ايه اللي كويس وايه اللي ممكن ناخده يعني من الحياه دي بس مقنن وما نفرطش فيه. يعني عايزين نصايح بقى الحاجات اللي نبدا بيها الاول قبل ما نتكلم على طبعا اساس حلقه يعني الفقره بتاعتنا النهارده. النصايح للناس اللي بتتفرج علينا حاجات بسيطه جدا، ان احنا نغير اللايف ستايل بتاعنا. يعني ايه نغير اللايف ستايل بتاعنا؟ ما ينفعش ان احنا ما نشربش ميه. بلاقي الناس كتير وللاسف كنت انا اولهم بنسى اشرب ميه. حصل لي كومبليكيشنز رهيبه مع طبعا مع نقص الميه، فلازم يبقى جنبنا الازازه. عطشانه مش عطشانه كل شويه اخد بقين ثلاثه. دي رقم واحد. رقم اثنين، نبتعد عن التدخين. التدخين ضار جدا. بتكلم على فيتامينات كضد اكسده، نعوض شويه خطوره التدخين، لكن لا مفر من خطر التدخين. أكيد. والامراض اللي بيصحبها التدخين. عدم النوم، يعني لازم ننام كويس. الاكل ما ينفعش ان انا اخلي الوجبه الرئيسيه الساعه 10 بالليل. ما ينفعش. لان ده هيديني خمول رهيب وتعب وكسل رهيب. ما ينفعش ان انا احط سكر على الشاي والقهوه وبعدين اكل حلويات وبعد كده بالليل اخد سكريات تاني. ما فيش مونيتور لنسبه السكر في الدم. لازم اقيم نفسي انا باكل قد ايه سكر. طبعا. يعني لو هاكل دلوقتي قطعه حلو ما اشربش بقى حاجه فيها سكر تاني. يعني فهم. او اكل فاكهه بالزبط. لا بلاش. يا ده يا ده. الفاكهه الحاجات اللي فيها سكريات العنب يبقى بحذر. يعني ما بقاش كيلو عنب واقول انا باكل فاكهه. بيمسكوا ما شاء الله يقول لك انا باخد ثمرتين وباكل كيلو فاكهه كله. اصل العنب كده حبه ورا حبه. يعني ما ينفعش اكل مانجا كتير جدا مثلا. مانجا والتين والبلح والعنب بمقدار معين. حتى البطيخ بقى مسكر قوي برضه. بس البطيخ اقل لهم في السعرات واقل لهم في نسبه السكر. طيب نعمل ايه بقى مع اللايف ستايل اللي اتغير ده؟ عايزين نزود طاقتنا وعايزين نزود مناعتنا وعايزين نزود تركيزنا، ان احنا لازم نلجا للمكملات الغذائيه اللي تحتوي على فيتامين بي كومبلكس، ده للطاقه والنشاط. دي اصبحت ضروره يا دينا. دي اصبحت ضروره. خلاص مفيش حاجه اسمها اختيار. كان زمان لما كنا بناكل اكل صحي. صح كده؟ لا اقول لك ايه ده ايه ده، دي مهتميه بنفسها، دي بتاخد فيتامينز. هو الموضوع مش مهتميه حاجة. انها يعني ده ان حاجه مش بعيد يكون يعني. عندها مشكله وهي فعلا بتدعم. ايوه. طيب الفيتامينز المهمه جدا لو بتكلميني على النشاط والطاقه، هو رقم واحد فيتامين ب الكامله. فيتامين بي كومبلكس. أوكي. كل انواعه، لان ده اللي بيحول لي الفيتامين ده بيحول لي الاكل لطاقه، الكربوهيدرات اللي احنا بناخدها لطاقه، وبيحول لي الاكل لطاقه. الطاقه مهمه جدا، التمثيل الغذائي مهم. الطاقه مهمه مش بس للحركه. الطاقه مهمه لتدعيم الصحه النفسيه. الطاقه مهمه للطاقات الخفيه،
للتنفس محتاجين طاقة، احنا ما بنحسش ان احنا بنتنفس لكن دي طاقة يا جماعة. عملية الهضم دي عملية مركبة جدا، دخول الأكل من البق لغاية ما بينزل المعدة والامتصاص والإخراج دي طاقة رهيبة، فلازم ندعم الطاقة حتى للطاقات الخفية، نقل الهرمونات بتاعتنا في الدم من الجلانز او من الغدد لمستقبلاتها في الخلايا، وما يحصلليش خلل في الهرمونات دي طاقه. نقل الخلايا المناعيه ان الوايت بلاد سيلز والانتي بوديز تمشي في الدم تحارب اي جسم غريب دخل عليها، دي طاقه، كل الحاجات دي طاقه. طيب ازاي نعرف ندير طاقتنا سواء الطاقات اللي مش خفيه والطاقات الخفيه؟ بقلب مالتي فيت. برشح جدا هذا المكمل الغذائي. ليه بقول قلب مالتي فيت؟ لانه اعتقد يعني الوحيد اعتقد اللي يلم بعائله فيتامين ب الكامله، ودي اللي بيميز المنتج الغذائي ألبا مالتي فيت، انه بيحتوي على فيتامين بي 1 و2 و3 و5 و6 و7 اللي هو البيوتين، و9 الفوليك اسيد، والكوبالامين ال12. بيحتوي على عائله فيتامين ب كلها، فهيديني نشاط عالي، هيديني طاقه عاليه، هيديني تركيز احسن، هيديني صحه في اعصابي. طبعا هنا الصوره موضحه لي ألبا مالتي فيت دخلوا كام فيتامين كده احنا مجزئين نوعيه الفيتامينز كلها بالظبط. طيب الزنك مكتوب الزنك رقم واحد. الزنك يعني طاقه، يعني مناعه، يعني خصوبه، تدعيم الخصوبه عند الرجال، يعني تحسين الشعر والبشره. الزنك مهم لكل العمليات الحيويه في الجسم ولكل الخلايا اللي بتتجدد. عندي خلايا كتير بتتجدد، الدم نفسه النخاع بيجدد لي كرات الدم الحمراء، بعد 3 شهور الكبد بتلفها ويرجع تاني نخاع يجدد كرات الدم الحمراء. عندك الشعر، بصيلات الشعر بتتجدد، الشعر نفسه بيتجدد كل 3 شهور. عندك الضوافر بتقع وبتطول، يعني اي طبعا عند الرجل تجديد الحيوانات المنويه، فكل اي حاجه في البني ادمين بتتجدد محتاجه زنك رقم واحد. كويس. فانا عندي بقى في ألبا مالتي فيت الميزه اللي فيه انه الاعلى في تركيز الزنك. ف 23.9 اعتقد مقارنه بمكملات اخرى هو اعلى فعلا. هو اعلى واحد. فمعنى كده مناعه، طاقه، ذكوره، وات ايفر. عندي ألبا مالتي فيت الاقوى كمضاد اكسده، لانه بيحتوي على فيتامين سي وبيحتوي على فيتامين اي. الاكسده مهم قوي، انا جسمي كل يوم بيتاكسد. حاجات كتير قوي بتاكسده، الاكل اللي مش صحي، وارجع اقول الزيوت اللي بنحمر بيها مره وثلاثه واربعه وخمسه وبنستخسر نشتري تاني زيت، ده 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 دمار للصحه. طول ما انا بعلي الخلايا الحره في جسمي، طول ما انا بعلي الاكسده، طول ما انا بعلي الالتهابات، والدراسات اثبتت العلاقه بين الجذور الحره والاكسده والسرطان. ففي دراسات كتير عملت العلاقه دي مع بعض، طول ما انت بتعلي الالتهابات ممكن تبقي عرضه لهذا المرض. فلازم طول الوقت اخد انتي اوكسيدنت، طول الوقت اخد انتي اوكسيدنت عشان احمي نفسي من الفيروسز والبكتيريا واقلل الالتهابات في جسمي. طبعا ألبا مالتي فيت عظيمه، زي ما احنا شايفين ده شكل الصوره، زنك ولازم تحط قدامه كابر. ما ينفعش يا جماعه امشي على مكمل غذائي زنك لوحده على المدى الطويل، ده هيوقع لي كابر اللي هو النحاس جدا. والاثنين بيشغلوا بعض. كويس. عندي ايه كمان داخل ألبا مالتي فيت؟ عندي الكالسيوم اللي هو بيساعد على تكوين خلايا العظام. عندي داخل ألبا مالتي فيت زي ما احنا شايفين، وده بنحتاج كنا ناخده خارجي لوحده اصلا، بس كويس ان هو موجود جوه المكمل. والحلو اللي فيه نسبته 70، انا محتاجه يوميا انتيك من الكالسيوم 1000. ليه الحلو؟ انا عاجبني جدا نسبه الكالسيوم، عشان ما بحبش ان نسبه الكالسيوم تعلى في الدم او يحصل ترسيب. ألبا مالتي فيت لا يمكن ان نسبه الكالسيوم تعلى، لان انا محتاجه اكثر كنسبه. هاخد الكالسيوم منين؟ هاخده بامان يعني. الكالسيوم مصادره منين؟ من الاكل، الالبان، المكسرات، ومن الخضار البروكلي والجبن بقى والبيض والحاجات دي. طبعا ألبا مالتي فيت بطمن كل الناس الجميله اللي بتتفرج علينا انه واخد تسجيل من هيئه سلامه الغذاء. هايل. وطريقه الحصول عليه سهله جدا، عندنا ارقام ظاهره على الشاشه، بنوصل لحد باب البيت. ومتوفرين في كل الصيدليات في كل محافظات مصر، والسادة الصيادلة كمان اللي بيسألوا العملاء طب نجيبه منين، عشان بتلاقي عملاء كتير في صيدلية معينة يخش يسألوا على ألبا مالتي فيت. فطبعا على الشاشة للسادة الصيادلة كود المنتج اللي هو 83205، ده كود المنتج بتاع ألبا مالتي فيت. السادة الصيادلة اللي عايزين يوفروه في صيدلياتهم اللي لسه ما وفرناش فيه،
هتكلموا احنا متوفرين في شركه توزيع المصريه الشركه المتحده للصيادله، بيوفروا عندهم في الصيدليه بتاعتهم. وده الكود بتاع البا مالتي فيت لو عايزين يطلبوه هو تحديدا. يا جماعه بليز يا جماعه ده مش هات لاين، انتوا اللي عايز يوصل له دايركت عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، ده الكود بتاع الصيادله فقط. هايل. طيب نستكمل بقى بقيه المميزات اللي موجوده كمان في البا مالتي فيت. قول لنا بقى، هو انت قلتي فوليك اسيد. فوليك اسيد رائع. فوليك اسيد مهم جدا. فوليك اسيد ده فيتامين بي 9 من عائله فيتامين ب. الفوليك اسيد مهم لتدعيم الصحه النفسيه جدا جدا، عشان كده السيده الحامل بقولها ما تقطعيش فوليك اسيد بعد ما تخلفي. احيانا بعض السيدات بيجي لهم اكتئاب ما بعد الحمل، حقيقي ما تقطعيش الفوليك اسيد بعد ما تخلفي. الفوليك اسيد مهم للاعصاب، مهم للدم جدا، مهم لكرات الدم الحمراء. الفوليك اسيد السيده اللي بتقدم على خطه الحمل الدكتور بيكتب لها فوليك اسيد من قبليها، لان الفوليك اسيد هو اللي بيدعم الخلايا العصبيه للجنين وبيعمل على عدم تشوه الاجنه. فده ده الفوليك اسيد. هايل. طيب خلينا بقى نتكلم دلوقتي على الولاد الصغيرين اللي احنا بنبدا بقى ان يعني ايه، طبعا بيبقوا في مرحله الطفوله مع دكاتره خاصه بالاطفال، بعدين لما يبدا بقى ينضج او يعني فتره المراهقه او البلوغ بنبدا ممكن نديله فيتامين زي اللي احنا بنتعامل بيها. فهل البا مالتي فيت مناسب ليهم في الوقت ده يقدروا ياخدوه؟ امن بالنسبه لهم؟ البا مالتي فيت امن جدا، بيتاخد من سن ابتداء من سن المراهقه 13 سنه. الجرعه المصرح بيها، وانا بقول ما نكترش على الجرعه لان ناس كتير ما اتبسطت منه، وده اللي بيعجبني قوي الفيدباك بتوع الساده العملاء. مش يعني اقول لك اكتر من 90% رجعوا كرروا الاوردر ورجعوا كرروا البا مالتي فيت، لان انت بتشوفي النشاط. لو احنا النهارده بنتكلم على النشاط، انت بتشوفي نشاط من تاني يوم. ودي حاجه حلوه قوي للستات وحاجه حلوه جدا للرجاله. الرجاله طول الوقت عايزه نشاطهم، بيبقى بيشتغل شغلانه واثنين وثلاثه واربعه. صحيح. بيجي لو ما خدش فيتامينات بيخلص اول حاجه في اليوم ويجي لا انا عايز اروح، ده عايز يكمل، عنده مسؤوليات وعنده بيت وعنده عياله وعنده اسره، عايز يعرف يطير يدير نشاطه. فالبا مالتي فيت القرص واحد بس يقول لك ده حلو قوي اخد ثلاث اقراص بقى ايه اكتر بقى النشاط، لا لا لا، هو قرص واحد بس كفايه، انا مش محتاجه اكتر من ده في اليوم. يعني بقرص واحد انت بتلمي بالزنك بفيتامين ه بفيتامين سي بعائله فيتامين ب كامله بالكالسيوم بالنحاس، فانا مش محتاجه اكتر من قرص. اوكي. فقط من سن 13 سنه، واكيد بدعمه جدا لكبار السن، اكيد بدعمه جدا لكبار السن، يقدروا ياخدوه وهو امن بالنسبه لهم. طب نتكلم على الامراض المزمنه. البا مالتي فيت امن جدا لاصحاب الامراض المزمنه، بدعمه جدا لمريض السكر. مريض السكر الدكتور بيكتب له على الانسولين، على ادويه السكر المتعارف عليها، وبيكتب له في الروشته فيتامين بي الكامله. فبدعمه جدا، وبدعمه لمريض الكوليسترول، لان انا البا مالتي فيت بيحتوي على فيتامين اي بيساعد على عدم اكسده الدهون الضاره ويحولوا لي كوليسترول، فهو بياخده مع ادويه الخفضه للكوليسترول. هاي. ومريض القلب كمان بدعم له جدا البا مالتي فيت. واعتقد دلوقتي على الشاشه دي مميزات البا مالتي فيت: الاعلى في تركيز الزنك، الأقوى كمضاد أكسدة، مناعة قوية، تمثيل غذائي وطاقة قوية جدا، وتحسين للستات البشرة والشعر والأظافر. هايل. طب قولي لنا بقى الفترة اللي يعني ممتدة لحد فترة قد إيه أمان نمشي عليه؟ طبعا بما إننا بنحس بتحسن في فترة قريبة. يعني أنا حسيت في خلال 5 أيام. لا من حوالي 5 أيام أو 7، يمكن أنا كانت حالتي شوية صعبة. بس لا حسيت. لا انا ما وقفوش خالص يا عظيم. انا وقفه ليه يعني؟ يعني انا حسيت ان انا كويسه فوقفه، ده مش دواء يا جماعه، ان هو عالج حاجه فوقف. دي صيانه. طول ما انت مثلا لو هتكلم بالعاميه، انت ايدك في عربيتك طول الوقت بتعملي لها الصيانه اللازمه، مش عارفه ايه، عربيتك مش هتقف. صحيح. لكن لو بطلتي تعملي الصيانه حاجه ورا حاجه ورا حاجه هتبوظ، تراكمات. صحيح. فانا ما اتس ديلي روتين، انا ما وقفوش. اولا السعر رائع، السعر متناول الجميع. أوكي. متوفرين في كل محافظات مصر، سواء بنشوف الصيدليه اللي جنبنا بيوصل، سواء الساده الصيادله عايزين يعرفوا ناخد البا مالتي فيت منين، احنا موجودين في شركه التوزيع الشركه المتحده للصيادله، والكود اتحط على الشاشه، او الاونلاين وانا قاعده في البيت. السعر حلو جدا، انا مش محتاجه اوقفه. وعلى طول بقول البا مالتي فيت تركيزه ما تخوفنيش ان انا امشي عليه خالص،
زي ما انا قلت الكالسيوم 70 مللي جرام ده انا محتاجه مع الفا مالتي فيت ادعم باللايف ستايل بتاعي وبالاكل الصحي عشان ده بيكمل ده اسمه مكمل. طيب في سؤال بقى واحده تسالنا بتقول لنا هل الفا مالتي فيت ممكن يزود او ينزل في الوزن؟ يعني هل ليه علاقه بالوزن؟ هو مش دواء تخسيس. هو ليس عليه علاقه بالوزن بس بيلاحظوا ان هم خسوا. ليه؟ أوكي. لما بتزودي النشاط بتاعك وبتزودي طاقتك بتزودي الحركه فطول الوقت انت بتزودي الحركه بتحسني المود بتاعك فبالتالي بتحسي انك بتخسي طبعا لان هو بيعلي لي سرعه الحرق هو اوريدي في فيتامين بي كومبلكس هو فيتامين بي كومبلكس بيحول لي الاكل لطاقه اوكي فبتحسي انك انت بتنزلي في الوزن لكن هو مش ملوش علاقه بالوزن هو ليه علاقه بسرعه الايد بتاعتي. اوكي هايل. طيب نتكلم بقى عن الرياضيين عشان برضو بنهتم بالموضوع ده سواء صغيرين يعني ولاد صغننين في سن المراهقه بيتمرنوا او كبار شباب يعني يقدر يدعم معاهم بنسبه كبيره فعلا لان هم طبعا انت عارفه ليهم ستايل معين وتغذيه معينه وفيتامينز معينه بياخدوها. انا بنصح جدا الرياضيين جدا باستخدام الفا مالتي فيت لتدعيم الطاقه، الرياضيين عايزين طاقه عشان يعرفوا يكملوا في الجيم. فبدعم لهم جدا الفا مالتي فيت لانه بيحتوي على فيتامين بي للطاقه بلس لتحسين الاعصاب. كويس. فيتامين الفا مالتي فيت او اي ال بي مالتي فيت داخله فيتامين سي هو محتاج فيتامين سي جدا للمناعه لتعزيز امتصاص الحديد. بدعم جدا الفا مالتي فيت لانه هيحتاج زنك كمان للمناعه والزنك كمان بيعمل لي ريلاكسيشن للعضله بعد التمرين. هايل. بدعم له جدا اكيد الفا مالتي فيت لانه بيحتوي على كالسيوم طول الوقت هو عايز يحسن من الكواليتي بتاعت العظم بتاعته فاكيد بنصحهم بالفا مالتي فيت هياخد منه قرص واحد قبل الجيم يعني بعد الغداء. لسه كنت هسالك اهو شادي عليا واحنا جاوبناك يا شادي. شادي بيقول ايه الوقت المناسب لاخد الفا مالتي فيت قبل التمرين ولا بعد التمرين؟ قبل التمرين طبعا. قبل التمرين بس يبقى متغدي يعني يبقى متغدي او فتران على حسب ما بينزل في وقته واكيد اكيد بلاش نتغدى وننزل على الجيم على طول أوكي. يعني عشان ما نتعبش يعني بندي سبيس ساعه ونص ساعه ماشي اوكي وبياخد بقى بعد الاكل بساعه على كوبايه مره ميه كبيره وينزل بقى ويتفرج على النشاط والطاقه وكمان المناعه بتاعته. طيب هنا في منا بتسالنا منا خالد بتقول ايه اسباب ظهور الكدمات في مناطق مختلفه من الجسم؟ لا ليها اسباب كتيره جدا اهم حاجه ان ما يبقاش يعني ابقى عارفه ان انا ما عنديش سكر ونتاكد من صوره الجسم عامله ازاي. من اعراض الكدمات نقص فيتامين سي نجرب معانا الفا مالتي فيت ومن اعراض كمان ان انا بغسل سناني وبلاقي دم في اللثه ممكن نقص فيتامين سي ففيتامين سي مهم قوي كمان لالتئام الجروح ما دام ما عنديش مثلا سكر عالي في الدم فبيؤدي الى سيوله ده مهم برضه لكن لو انا حسيت ان انا ما عنديش مرض مزمن وحاسه ان في سيوله عاليه قوي ممكن نتيجه نقص فيتامين سي. اوكي يعني احنا كمان هندعم من ضمن يعني احنا دلوقتي عندنا كبسوله او قرص بيدينا كل الحاجات اللي احنا محتاجينها معظمها انت بتدعميه معظمها يا عزيزي. نلخص دعم الفا مالتي فيت عن باقي المكملات الغذائيه في ايه؟ يعني ليه نخصه هو افضل؟ علشان الفا مالتي فيت في فيتامين بي كومبلكس كل العائله كلها عشان الاقوى كمضاد اكسده لانه بيحتوي على فيتامين سي وفيتامين هي عشان الاعلى في تركيز الزنك عشان الاعلى كتمثيل غذائي الاحتواء على فيتامين بي وعشان تدعيم الدم كرات الدم الحمراء لانه بيحتوي على الكوبالامين وطول الوقت بقول مهم قوي ان احنا ندعم دمنا لان دمنا هو التاكسي هو وسيله مواصلات كل حاجه في الدنيا وعلشان بيدعم تكوين خلايا العظام بنسبه بسيطه فده الحلو ان الكالسيوم عندي امشي على الفا مالتي فيت مدى الحياه ما اخافش من ترسيب الكالسيوم في الجسم. انا بشكرك جدا والله ده انا بجد يعني بصي بنلخص ولكن برضو بنفهم الناس لانه ممكن حد يكون لسه منضم للفقره بتاعتنا دلوقتي بيشوفنا حالا معاكي فحبينا انه يعرفوا مكوناته ودي احلى حاجه ان انت بتاخدي مكون نبقى احنا عارفين احنا كمان الناس اللي مش عندها خلفيه تبقى عارفه كويس طبعًا. الفروق ايه اكيد طبعا الدكاتره والصيادله بيبقوا اكثر خبره في الموضوع ده فبيقول لك الفرق وانت واقفه لكن طبعا انت بتوضحيه لنا بشكل جميل فيعني بشكرك طبعا حبيبه قلبي بشكرك
على ردك على اسئله مشاهدينا الكرام اللي بيبعتوا وبتهتمي ان انت تردي، ويعني بيبقوا بعتلهم عشان الفقره بتاعت القصيصه. بشكر طبعا حضراتكم، شكرا جزيلا لحسن المتابعه يعني لينا من خلال شاشه قناه الاهلي ومن خلال الفقره الطبيه. بشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال، شكرا ليكي دندون. ودايما مزيد من التالق ودايما معايا يا رب على طول. بشكر حضراتكم، والحلقه بتمر بسرعه جدا، لكن في نهايه حلقتنا يعني بشكركم واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا الحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.